تم اليوم بمقر القنصلية العامة لجمهورية سيراليون بمدينة الداخلة تنصيب زينب كانيدي قنصلا عاما لبلادها بالمدينة، وتم تنصيبها من طرف سفير الجمهورية سيراليون أتوماني دين كيخ بحضور كل من لمين بن عمر ولي جهة الداخلة وادي الدهب عام الإقليم وادي الدهب ومحمد مثقال السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية سيراليون ديفيد فرانسيس قد أكد خلال لقاء مشترك جمعه مع نظيره المغربي قبل أيام أنه بالنظر للعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين فإن سيراليون ستقوم بالافتتاح الرسمي لسفارة لها برباط وقنصلية عامة بالداخل، مشددا على أنه بالنسبة لبلاده فإن الصحراء تعد منطقة خاضعة للسيادة المغربية. عن اعتزازنا بتنصيب السيدة القنصلة العامة لجمهورية سيراليون بالداخل وهي القنصلة العامة 13 بجهتنا، هذا وأعبر لكم سيد السفير والسيدة القنصلة العامة بأننا على استعداد للعمل معا لندعم آلية التعاون وتشجيع الزيارات المتبادلة بين السواح والمستثمرين ببلادنا لما يخدم قضايا التنمية الشاملة بين المملكة المغربية وجمهورية سيراليون. وأؤكد لكم بأن كل المصالح الإدارية والهيئات والفعاليات المجتمعية بالجهة ستكون في تجاوب تام معكم لدعمكم في مهمتكم الدبلوماسية حتى يكون مقامكم في الداخل على أحسن وجه في أحسن الظروف.